السلام عليكم، اليوم جايكم مقطع جديد. مقطع اليوم راح يكون روكت ليج. راح نلعب حزمه جديده لاول مره اشوف حزمه بهذا الشكل. حزمه رهيبه جدا جدا جدا. تخيل انك تشتري اغراض روكت ليج، واذا ما استلمتها خلال 24 ساعه راح ترجع لك فلوسك وتاخذها ببلاش. ما يحتاج تتخيل، هذا هو كايزن. ودك باغراض كريدت، رفع رانك، حتى تقدر تبيع لهم الاغراض. كل هذا وبارخص الاسعار حرفيا، وعندهم كل المنصات، كل طرق الدفع متوفره عندهم، حتى الابل باي. لا تنسون كود بي اس ال قبل ما تشترون. يعطيكم العافيه، خليكم مع المقطع. مثل ما تشوفون، طبعا قبل كل شيء اذا تبغى تشتري كريدت عند موقع كايزن ارخص من اللعبه عشان توفر. اذا تبغى تفيدني كود في اس ال. يعطيكم العافيه جميعا. طبعا هذه الحزمه بقي لها 8 ايام تروح، يمكن يوم ثلاثاء، فتقريبا بيبقى لها 7 ايام او 8 ايام. الحزمه رهيبه مره. البوست صراحه مزعج، بس شوفوا كفر، كنا كفر كريستيانو لكن داخل زي كريستال، شيء رهيب جدا. هنا عندنا صبغه سياره وديك الخرافيه مره مره مره، والله شيء رهيب. هذا عاد ما ادري وش صراحه، اتوقع ميوزك شيء. كود فيصل، خلونا نشتري مع بعض. وشيك لي، والله العظيم الحزمه رهيبه رهيبه رهيبه. اول مره في حزمة تجيبني زي كذا، مع أنها 1500 وغالية صراحة، غالية، لكن كأنك راح تشتري اللي هو الميستري زي هذا. هذا 2500، لكن هذيك 1500 راح تكون على سيارة واحدة اللي هي الفينيك. خلونا نخش على الكوم. صراحة من زمان ما لعبت، توي راجع بالسفر. الله يسلمكم جميعا، عشان كذا ترى ما نزلت مقاطع ذا الأسبوع. والله البوست يعني فخم شوي، توقعت سيء بس مو بسيء والله. بسم الله نخش على الجيم الاول. طبعا راح نلعب 3 ايام، اذا فزنا في جيمين هو لايك اشتراك، يعني ترى جدا مهم الاشتراك واللايك، يعني عشان يطلع مقطع ترندي. يمكن نطلع ترند، انا ادري. اوكي، يعني واضح المقطع بيطلع ترند ما شاء الله تبارك. الواه، هدفك لا ضيعها. اوكي شوت، لا ضاعت يا لفيتها يمين شوي زيادة. والله كلكليتد يا خوي، والله كلكليتد لو ما جيبها هدف عاد. لا ضاعت. اشوا نايس شوت. هدف 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 هدف. يوه والله طلعها. لا 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 يا خوي، لا تخاطر لا تخاطر. اوكي. كانت نية انه بنش معه. بس يلا. اخ. يا سلام. والله الحمد لله اني سويت كذا، الحمد لله. والله حسبت خويي بيناول يا عيني. حلوه 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 حلوه، ناخذ بوست تطلع معه ولا ما يحتاج؟ والله نحتاج. اوكي طار طار. اسيست. لو 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 الله يا خوي. ما له داعي يا اخي. اوكي زي نطتي اللي في البدايه، يعني ما نقدر كشي. ان شاء الله هدف لو يخليها، بس والله خلاها. هو ناوي اصلا يسوي ري دايركت بس سجت فيه، يعني ما ادري ايش كان يسوي صراحه، ما ادري. الزبده اني خاق مع السياره والبوست، توقعت انه بيكون مزعج لكن ما هو بذاك المزعج اللي توقعته. لا في ازعاج بس خفيف. امشي بيعطيني بيعطيني بيعطيني. لا يلغبنا لا. تكفى يا خوي تكفى. اوكي مو موجود، حلو. لو جت هدف هشوه. برا ناخذ بوست حقهم. يا عيني يا عيني السيف. طيب وات سيف، ما معي بوست يا خوي، والله اني اسف ما معي بوست. ليش وقفوا؟ ما توقع اني اخش. ولوش جيم الاول في لايك يا شباب، يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه على شغلكم ذا. ادينا على الجيم الثاني. لا جيم اول مبشر بالخير بس ما في لقطات. الله يكرم، متى يجيب لقطات؟ يلا يا كي اتش. وقف جدار. لا 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 مو بكذا مو بكذا مو بكذا، ما كان لها داعي. ايش هو البوست؟ ما وده يطلع. اوكي الله. بدون بوست قاعد امشي والله، بدون بوست، بس ما توقعت اني فيه، قلت بنط اي شيء كذا. ناخذ بوست نرجع ندافع بسرعه. خلنا نحكم، انا اتوقع انها كانت سهله. رقى فوق العارضه. كنت ابغاها تحت شوي. والله حاشرين محشر يا عيال، وش ذا؟ هدف برا بعد، يا ساتر. ياي ياي ذيس از روكت ليج. يبغى يصدم
لا انا جبت في العرض، انا جبت في العرض، ابغى انزل بسرعه. صدتي كانت رخيصه بس ايش اسوي يعني، ما لي الا كذا. امشي. اي قاعد طاير من زمان يا اخوي، طاير من زمان. شوفوا متى طار، تو طاير وشو شايفني اطير ليه؟ يعني انا جاي من بعيد وانا قاعد اطير. خلاص خلى لي اسمع ليه. اوكي اللاج، والله في لاج، والله في لاج. اغبن، طير طير اي شيء تكفى. ما اقدر ما اقدر ما اقدر ما اقدر، مستحيل. الجيم الثاني اكس، يعني اللي سوى لايك ما يسوي اشتراك. والله يغبنا انكم تفوزون، الله يهدي اخوينا. ايش والله اني ما قصرت صراحه، قاعد العب باسات وللاسف اخوينا مو بقدام، مو موجود، يحبك ادوره واجد، ما ادري ليه ما ادري ليش، مع انه يعني كانت نتيجه تعادل منفزين. اللي بعده اللي بعده، والله قار نخسر الجيم قبل شوي، بس باذن الله نعوض الحين. حلو يا اخوي، عارضه اوكي. عليه ما عليه ما عليه. اوكي 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 اوكي، السقف والله انه يقر السقف يا عيال، وش ذا؟ ناشوت، والله ناشوت. كان في البدايه اني ابغى خوينا يفجر، بس جت له كوره مره كويسه. اللخمه اللخمه اللخمه، عطى خويي. اوف والله جامده سكار، والله والله اني حسيت انه بيصير شيء، بس ما ادري شلون طقها، عندي ما طقها. يا ساتر، اعطيه اعطيه بالجمبر ست، اعطيه. نايس والله نايس. في لاج غريب ولا عندي ولا ايش؟ والله جمبر ست رهيب. نايس، حلوه 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 حلوه. هدف، والله ضاعت. كنت ابغى اصدم اي شيء. اوكي كانت اسست يا خوي، والله انها اسست، حتى شفت مكانه. لا عطني. خيخ والله اني توقعتها، بس كسر رقبتي ذا. يا لعيب يا لعيب يا بطل يا بطل. والله صراحه ذا الجيم خوينا مادي صراحه، يعني قاعد اعطيها اسستات بس مبدع. حتى ذي مشت. لا 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 لا، لا ضاعت ضاعت. اقطع ام الغبنه، والله كانت حلوه. الله قلبوها الله قلبوها. ايوه هذا ايش هذا ايش هذا ايش؟ كيف كذا؟ استركت ليك مشي. الله هو ما ادري مع بوست ما معه. والله كادت. كلوز 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 يا خوي كلوز. مشي، والله قاعد تجيب العيد ذا واجد. يا ساتر، مو بهدف. اخذ بوستات، يا عيني يا عيني. يطق هاي شيء، كنا خاطر فيها والله خاطر. لا تكفى، لا 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 لا. شو والله خوينا طيرانك، وش ذا وش ذا؟ ما له داعي يا اخي، والله ما له داعي، شيء غريب. يعني انا راقب فوق الجدار فجاه خوينا طاير، ايش فيه؟ هو مسجل، هو مسوي، هو فعل. والله ما يكون الجيم الاخير ذا، والله ما يكون. هنا اسوي جمب ريست، هو دبل جمب ريست في الجيم، فليب ما اسوي، ليه ما ادري. يا ساتر، انا ما ادري شلون لحقت عليها والله. بتفقد الامل. والله خوينا قاعد يجيب عيد يا عيال، مره 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 قاعد يجيب عيد. تكفى. والله طق خويه. طيب الكوره طيب. يا ساتر. دون بوست. اوكي. ايزي. اصدم بس اصدم. الله ما ادري ايش اسوي حرفيا. انا ما ادري وين اخش الحين، والله اني ما ادري.
خوينا ما ادري ايش يسوي والله، ما ادري هو بيناول لي ولا قاعد يمشيها بيروح الزا، ما ادري حرفيا ما ادري. تكفى خوي اسمعك وراي قبل شوي. اوكي اوكي جاب العيد. شو الهدف؟ يوه ما تبغى تدخل ذي. اوكي هدف علينا الحين. فجرت فجرني حلو. جريت باس يا شيخ، والله جريت باس. طيب العافية على المشاهدة، ان شاء الله استمتعتوا. اللي ما اشترك يشترك، فعل زر التنبيهات، زر اللايك. اشوفكم على خير، سلام.